والسلام على مولانا رسول الله وصحبه. محبي جنبنا الشريف أفراد أسرة المرحوم إبراهيم إدهالي بيجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فلقد علمنا ببالغ التأثر والأسى حين علم الشهود بعفو الله ورضاه رجل الأعمال المرحوم إدهالي إبراهيم بيجا، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته. وبهذه المناسبة المحزنة نعرف لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم ولسائر أصدقاء الراحل المبرور والمحوي وعن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في هذا الرزق الفالح دار الضل قضاء الله فيه، مستحضرين بتقدير ما كان يتحلى فقيدكم العزيز من خسرا حميدا ومن غيرة وطنية صادقة جسدها رحمه الله، سواء كرجل أعمال كفء ومقتدر متشبك بثوابت الأمة وشديد التعلق بالعرش العلوي المجيد، أو كفاعل خير مشهود له باستباق الخيرات حيث لم يكن يتوانى في المساهمة ودعم المشاريع والأوراش الاجتماعية والإنسانية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، فضلاً على ما عيد فيه من سخاء كبير في الاعتناء بحفظة القرآن الكريم وتشجيع طلبته وترغيبهم فيه. فالله العلي القدير يدعو بأن يعوضكم عن رحيل محسن جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يزيد خير الجزاء وأوفاه على ما قدامه لوطنه ودينه من جليل الخدمات وصالح الأعمال والمبرات، وتقبل في عباده الصالحين من عباده الذين وعدهم سبحانه الله تعالى بسكن الجنان، وإنا لله وإنا لله راجعون، صدق الله العظيم. وحرر من قصر الملكي بفاس في يوم الاثنين العاشر ذي القعدة 1442 هجرية الموافق 21 يونيو 2021 ميلادية، محمد السادس ملك المغرب. الله يبارك في عمر سيدي، الله يبارك في عمر سيدي، الله يبارك في عمر سيدي.